تعالى يا ايمان. ايمان تاني رجعت اللي شاكية جوزها لربنا ومش سامحاه لغايه اخر لحظه. ليه يا ايمان انت يعني ما انتش مسامحاه ليه؟ وربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال اني فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ليه يا ايمان؟ هو الحقيقه مش زي حضرتك ما قلت، مامته واخواته بالعكس خالص، كلهم بيحبوني جدا وهو اللي بيكرهك وكلهم بيحترموني جدا. لا المشكله، لا استنى، ممكن اوقفك هنا؟ انا نفسي اوقف واحد معايا ثانيه ونتكلم 100 سنه عشان ما تفوتنيش النقط. بس كلهم بيحبوني جدا، انت عارفه دي ممكن تعمل مشكله لجوزك لو انت فاهمه انك يعني انت هقول لك انا اقول لك انا اذا فاسال به يا ايما فاسال به خبيره. انا صنايعي يا ايما، احترمي صنعتي، الله يسترك. انا خبره مش هينه. ده انت لو مراتي وحاسس انك انت بتبوسي ابني وبنتي اللي هم مش منك، لو انا متجوز قبلك، او بتحبي اخويا واختي ومامتي، احس من خلال تعاملاتك انك عامله فريق ضدي. لا يا فندم، معلش يا فندم، احترميني ارجوكي وبس وكملي. انا ما بوقفش عند دي، انا بس عندي نقطه نقطه. يعني كلهم بيحبوكي جدا، هيحبوكي جدا ليه؟ بتحسني اليهم اكتر ما انت بتحسني اليه هو. لا لا لا، انا بتكلم في نقطة ان اهله مالهمش علاقة باللي بيني وبينه. بس ما خطرش على بالك يوم تفهمي اللي انا بقوله ده دلوقتي؟ يمكن بتفكري فيه دلوقتي. استني بس، الراجل عايز يشوف نفسه امي عند مراته، اعز الناس واكرم الناس ونمبر وان. والله العظيم يا دكتور انا لا كملي بقى، كملي يا ايمان عشان خاطر في مكالمات واقفة. كملي ارجوك. يبقى يعني من ناحيه اخواته ومراته وضرتك والدنيا بحالها كلهم بالنسبه لك زي الفل، ايه المشكله يا ايمان؟ لا يا دكتور، المشكله فيه هو، يعني ايه هو؟ متجوز وكانه متجوز كلبه، يقول انت تعيشي هنا زي الجزمه. جزمه، وايوه بالظبط. بصي وكده. بصي بقى، استني بس خليني على كلمه زي الجزمه والكلبه والكلمات دي عشان هرد عليك رد محترم جدا. انت متجوزه بقالك قد ايه يا ايمان؟ 10 شهور. 10 شهور بس؟ مفيش حمل جه ولا فيه؟ لا الحمد لله حامل. هو ده الكلام. احترسي بقى، انا دايما بقول اللي حصل لها حمل احترسي. اولا بقى لسه ما بانش انكم بيحبوكي ولا لا، بكره الايام تثبت وان شاء الله. بس عايز اقول لك على كلمه مهمه قوي، كلمه جزمه وكلبه وبتاع دي اسمها لغه البيئه. يعني الورد ده لما يطلع ورد، والشوك لو هنا هيطلع شوك. ففي بيئات الحمد لله عندنا اكوام منها دي اللغه بتاعتها. كلبه جزمه هبله ما يعرفش، ما عندوش. يعني بقى انا قلت بيت من الشعر دلوقتي، يعني لما اقراه لوحدي ببكي، اقسم بالله العظيم. لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزادي. يقول مبروك عطيه ما هذه الاحاديث؟ كيف كانت كيف قيلت لمن تقال الكلمات؟ كيف خرج النبر منها؟ كيف خرج النبر منه؟ آية بيان ترويها فشغلتها عن الماء القراح. وكيف خرج الصوت من قلبه؟ حملته حنجرته وساقته شفتاه إلى قلبها، فاستمع القلب قبل أن تستمع الأذنان فتداوت جراح. ترى ما هذه الأحاديث التي شكلت وجدانا وأيقظت هوى ولملمت كل أطياف الأماني حتى صارت كوكبة من الجمال على بساط الواقع الذي ما كان ليقبل لولا وجودها؟ وكيف بيضت وجه النهار فأصبحت الشمس وحدها لا تضيء النهار، وإنما أضاءت النهار كلماته؟ ترى ما هذه الكلمات؟ كان فيها جزمة وكلبة وجاموسة؟ تبقى هي رخرة كلبة وجزمة وجاموسة، لأني مؤكد زي أنا ما بقول لطفلتي أنا سلمى لما يقول سوسو معناها بحبك تموت من الضحك. يا بابا العصفور بيقول بحبك؟ او لا ايوه، لما يقول سيس 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 العصفور اللي قصاده سيس 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 يعني، وانا كمان ايوه. لغه. اذا كانت هي الشاعر اهبل بقى، الشاعر الوحيد اللي هيطلع اهبل يا عبقري،
يا عبقري من سخرية يهبل انه مفكر ان دي احاديث ذكرى، لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لو كان جزمة وكلبة يبقى هي جزمة وكلبة، فالجزمة تونس الجزمة والكلبة تونس. كنتوا فاكرين التجربة اللي اتعملت زمان، ملكات جمال الكرة الأرضية اتجمعوا عند واحد في الغابات، عمره ما شاف بنات حلوة ولا مدنية ولا سافر مدينة ولا لبس جزمة، فجابوا كل الملكات قدامه يشوفوا هو هيبص لأنهي واحدة، بتاعت لبنان ولا بتاعت شوق ولا بتاعت فرنسا ولا بتاعت مصر ولا بتاعت. فصفوا العيال كلها قدامه كده بقى، اللي هي 46 كيلو ونص، مسقفة، شقرة، خمسة مش عارف بتاعها. الراجل جابوه وحطوه قدام ملكات الجمال، لم يلتفت إلى واحدة منهن. فجأة لقوا صوت جه في ودنه من وراه من الأقصى الغابة، لقوها واحدة سودة لميع وعريانة ولابسة شبتع كده. فساب كل دول وجري قال لها مال الرملتم نحو ظبي نافر فاستميلوه بداعي أنسه. الزرقة دي اللميع هي اللي بتشيل عنه الوحشة، اللغة بينهم مشتركة. الفلاح يعشق الفلاحة، يعشق صوتها، يموت في حركتها المسترسلة اللي من غير تحفظ. الراجل بتاع فرنسا يشوفها مانيكان صورة يتف عليها، ده مش معناها ان هي مش محترمة، لم يوافق هواها البيئات. عشان كده كان ابو حنيفة بيشترط البيئة في الكفاءة، لان البيئات دي لما خلطناها ببعض، واحد لغته جزمة وكلبة يتجوز واحدة عمرها ما سمعت الكلام ده إلا على النت، لما تيجي تلعب رياضة ولا بتاع وتقول إيدي يا مامي، فمامتها تقول لها وحشيني حبيبتي خلاص تشينج، يلا يلا روح حاجة تانية باتي كبو، بقى حد يقول تيكبو لواحد بنعر، يتفقوا إزاي؟ إزاي؟ غربان لا يطرب الغراب إلا الغراب، ولا يطرب الإنسان إلا شجو الإنسان. حتى في الحالات والظروف يقولوا إن قعدت ما تقعدش إلا جنب مبتلى زيك، لو قلت اه يرد عليك ويقول لك كانت على بالي. نعفك. سامية هانم اتفضل يا سامية. كويس اديني 10 تليفونات ورا بعض يا سامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ستي، ازاي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يسترك، ربنا يبارك في عمر حضرتك. دكتور حضرتك انا بسرعة كده، احنا عندنا قضية ورث. بقالنا بالظبط كده يعني عايز اقول لحضرتك متعلقين على امل، ماشيين على امل ان ربنا يحلها. ربنا رزقنا من ضمن الاخوات 5 اخوات ظلمه، قال حالنا من اخ الاخ الاخ لاخر اخ، ورثنا وقع في ايده متحكم فينا، اسلوب ما بيتعاملش معانا برحمه، ما بيتكلمش معانا الا بغلظه ومستحوذ، وما تعصي من اخواته اللي روحوا بامراض، واحنا بقينا كبار على في السن وعايزين حقنا، وانا مستعده ان ربنا رزقنا بحد يخلصنا منهم ومن الظلم بتاعهم، وادانا فلوسنا بما يرضي الله، انا هتبرع للبرنامج بمبلغ كبير صدقه ليا والامي والحبايبي. هو البرنامج ما بيجمعش التبرعات بس حضرتك، لا يعني البرنامج ما بيلمش تبرعات من الناس عشان يحلوا المشكلات ولا حاجه، ولكن احنا ممكن ناخد منك نطبع كتاب نعمله صدقه جاريه عن اللي ورثوك المال. خلصونا. لكن عايز اقول لا حضرتك، انت ممكن تخلي اخوك ده يتصل بيا وانا اقعد معاه واقول له ممكن يستجيب، لكن عايز اقول لحضرتك بس اتفضل وللدنيا كلها اتفضل. هو احنا لما الميراث ميراث بابا ولا ماما؟ الميراث حضرتك وراث ميراث الاب والام. الاثنين ماتوا. الاثنين. استني بس. الاثنين. استني بس. احنا كبار في السن. استني استني استني. وانتوا كام بنوته وكام ولد؟ احنا 6 بنات وهم 5 صبيان. كويس قوي، ربنا يبارك يا رب ذريه جميله. ربنا يبارك. 6 بنات. اتفضل. لما قعدنا بعد الناس ما ماتوا وقلنا ان في شرع الله اسمه الميراث. ايوه. كان ايه المشكله عند مين؟ يعني انتوا 6 بنات مالكوش حاجه خالص. مالناش حاجه. استني خالص. بس استني، واحنا الذكوره يا ما شاء الله علينا. أيوة. هنبلع كل حاجه ولا؟ أيوة. انتوا كفايه عليكم اللي عملتوه؟ ما اصله في حجج ليه هتودينا نار حتف، يقول لك ايه؟ هو انت أيوة. محتاجه؟ بالظبط. الحمد لله انا ما بدجلش. لا حقيقي انا عايش في قلب المجتمع. أيوة. قولي له يهبل يا اللي عايز تخش النار حتف. ايوه. مانيش محتاجه بس ده حقي. حقي يا دكتور. انت هتاكله، انت هتاكله فهتاكل مال حرام، هتولع. ادهولي ادهولي وانا اجيب لك بيه جبارين جاتوه لاخواتك.
ادهولي وانا كذا. المشكله الثانيه يا ساميه هاني فضل. ان في بعض الناس بتتخيل الدكتوره بالذات انه اشتغل مع ابوه واخته دي كانت بتعمل كنفاه كده وهي على الكنبه وبتشوف اسماعيل ياسين ايام الابيض واسود، فما دامت كانت بتاكل المهلبيه مع الحاجه وانا اللي بشتغل مع الحاج يبقى لا الحاجه لها حاجه بس دي تاخد حجه صغيره عشان دي ماما تعبت برضو ماما كفت مع بابا، لكن المضروبه مقصوفه الرقبه دي ما تاخدش حاجه ابدا برضو دي فتوى من فتاوى الشيطان اللي هتودي الذكر النار. الذكر ده لو يعرف ربنا ودخل على رمضان وهيصومه كان يقول حد الله ما بيني وبين جنيه يوديني جهنم وحيخلي رمضان ده يساوي نكله. يعني ياما ناس هتصوم رمضان ان شاء الله وصيامها نكله ما يساويش نكله، حرمت نفسها من الطعام والشراب. نعم فندم. فاصل قصير ثم نلتقي فانتظرنا. صلى الله وسلم عليك ما دامت السماوات والارض يا سيدي يا رسول الله وعلى الآل والصحب والتابعين ونحن معهم. ان ربنا هو المنعم الكريم. لكم التحيه واهلا بحضراتكم. وما اقوله في يعني شوفوا اهو اهو زي قضيه الميراث، انت مقصوفه الرقبه بس اختك انت زرقاء وبتاعة ومفكره نفسك ايه خلقها ربنا، دي هتدخلك جهنم ما تبقاش مجرم، دي هتدخلك جهنم حتف، اديها حقها يا اخي اللي ربنا شرعه لها يا اخي مش انت يا اخي، خلص نفسك يا اخي. لاني اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. انا ليا بحث صغير قد كده اسمه يعني ذكر اليوم الاخر في ضوء السياق. ربنا ما بيتكلمش كده على علامات القيامه على يعني كده هوب بتري كده وطلعت اهوال يوم القيامه، وإنما بيذكر يوم القيامة في سياقات. أخطر سياق يذكر فيه يوم القيامة المعاشرة الزوجية اللي هتودينا النار. سبحان الله لما يقول كده نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم واتقوا الله. يا نهار أبيض، إيه اللي جاب اتقوا الله هنا في الحرث والمعاشرة؟ لكن لازم اتقوا الله. لا إله إلا الله، اتقوا الله في النساء. النبي آخر كلمة قالها ويقول المرأة ما تدخلش بيتك حد انت بتكرهه، لا توطئ فرشك من تكرهه، وهي زي ما تكون عاملة بالعند فيك يعني، واللي انت بتكرهه أحب إليها من اللي انت بتحبه، وفي الغالب انت ما بتحبش أهلها لأن هم تابع ليها. وإحنا خدنا حلقة قبل كده على سريان المودة، أكرم أهلك وإنت إزاي